اتصلوا بالشرطة. لحظة يا جزاع لا تفتح، أنا اللي خليته ينام في البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، هلا مرحبا. بغينا هذه السرقة. اي والله مبلغين، بس نعتذر مع الأسف، طلع خطأ من عندنا. احنا سمعنا صوت، عبالنا حرامي يدش البيت، بس طلع هذا بالأخير صوت بارلا كلبتنا. ماكو حرامي ولا شيء. لا وين حرامي، لا بارلا وين حرامي، بارلا واحدة من العائلة. عود بالله. ما في حرامي، ما في شيء، الحمد لله. وهذا ولادي جزاع، واحد من العائلة. أكيد. أكيد. ما تقصر، ما قصر. حياك الله، حياك الله. بالسلامة، حياكم الله. عامر، خلاص وخر عنا الكلب، وترى خوفتوه وخراته وايد. اي والله تكفى، خايف انه ياكلني. طلع يبا، تطلع بارلا ان شاء الله. تعالي بارلا، تعال مني. يلا تعال. يمه ومصمه. عامر يا ولادي، هلا. فك يدين الرجال. متاكده؟ ايه متاكده. يمه الحين هذا منو؟ ليش ما تخلون الشرطه يتلونه من عكره الحين؟ هذا حميدان بن سليمان. شنو؟ اي نعم، انا حميدان ولد سليمان، ولد خاله مرزوق سعيدان، سكرتير العضو السابق. هذه محتنه انت بولد خالتك اللي حتى ما يحاكيك السكرتير الفاشل. يمه تجننتينا، هذا منو؟ اي صج عمشه، هذا منو؟ انا حميدان ولد سليمان. يا جماعه انا احب عمشه من سنين وهي تحبني. يا ويلي، احبتك القراده بلا حبتك القراده، لا تصدقونه. تذهب يمه. هذا شو يقول؟ هذا حميدان كان يشتغل مع ابوك الله يرحمه في شركه ابو عامر. هذا يشتغل عندي بالشركة؟ والله ما أذكر. أكيد ما تذكر، يومين وفصلتني أنت. والله ممكن. إيه. ورجال إجزاه الله خير ما قصر، وهو كان يساعدني وأنتم صغار، وهو اللي قال الوظيفة اللي عشنا أنا وياكم منها، وحتى أوراقي ومعاملاتي هو كان يسويها، وأي مصيبة أطيح فيها على طول يفزع لي. مشكور يا حميدان. هاجر مشكور، جزاك الله الخير. يلا بيتكم، يلا قم. وين يروح الرجال مقطوع من شجره؟ يروح عند ولد خالته. ما يكلمه، ما يحاكيش فيك، ما عليك منه. حميدان حبني على وضح النقا، وانا عزيته بعد من سنين، وهو طلب ايدي وانا رفضته عشانكم يا عيال. بس الحمد لله، يلا توكل. يلا زين. يمه انت صرت تبي تتزوجينه؟ لا ما تبي تتزوج، الامهات ما يتزوجون. وانت والله لا تذبحك، انا اوريك. يمه اذا تبين زوجين هالاشكال هذه لا نولدك ولا تعرفيني. يلا جزاع. جزاع يا ولدي، اسمعني يمه. يا جزاع تعال يمك، تعال اسمعني. جزاع لا تسوي امك كذي، حرام عليك. خلاص عاد يمه، انت ما رم متزوجه، شلون تبين زوجين؟ يا ولدي يا ولدي بينجد من وراي. يا ويلي جزاع. عامر تكفى الحكي، لا يسوي بنفسه شيء. تكفى ان شاء الله اهدى، لا تخلي يروح عنك لحظه. جزاع يا ولعالي. يا ويلي وش اسوي في حالي انا الحين؟ وش اسوي يا ربي؟ ترجع معاه، فهمت ولا لا؟ يا ويلي ابو عامر وش اسوي؟ قول لي. هدي يا مجزع، ترى ماكو شيء الحين، بس يهدى ويرجعون مع بعض، ما راح يحصل شيء. يلا استغفر الله العلي العظيم. يا ولي ولا ولي ولا. العمور وين؟ راح ورا جزاع. الا جوري وينها؟ ما ادري يمه، بصراحه مو مصدقه اللي قاعد يصير. يمه ترى جزاع ولدك، لا تنسين هالشيء. يلا يمه شيخ، يلا. يمه معلش منهم، الحب احلى شعور في الدنيا. يمه انت الحب كله زين لك كذي طفشت عيالي. ما انا قلت لك بالسياره، انت ما طعتيني. اخلص الشر لابد منه.
ايش عندك قاعده؟ يما ترى انا ما اعرفه هالرجال، تبين الصج؟ حتى ابوي ما اعرفه ولا اذكره اصلا، دائما اكتب له خواطر واسال نفسي اذا كان يحبنا كثرت ولا غير. لا يما، ابوك الله يرحمه كان حنون وطيب وقشمري وكان يحبكم واجد، وانت طويرته ما يسميك الا عصفوره. بس يما ما شفتك تتكلمين عنه واجد. مش من قل عقلي، سحلت عليه لما مات، خلاني. زين الرجال هذا عنده عيال؟ لا حسافه، كان ودي يكون عندي اخوان بالرضاعه. ايش فيك يما؟ لا يما شو ولا شيء. جزاع يمك جزاع اسمع. ما عليه يا عمشة، ما رد بيهدى وبينسى. جزاع ترى ولدك دلوع وايد. لا انا اللي زودتها عليه. يعني لو انا مكان جزاء عادي خلوا متزوج شنو يعني؟ كفو. ايه يما ترى ابوك انه يبي له واحده نار احلى منك. اقول روح روح يلا. خلاص خلاص سلام سلام خليك. جزاء بس تبين الصج؟ انت وحميدان تلوقون على بعض. يما جزاء يما يا جزاء سويت لك بريان اللحم اللي تحبه، شم ريحته. أقول لا عاد أحبه ولا عاد أبي. زين كليه مع الفغمة هذا. زين شنو اللي تبي وأنا أسوي لك؟ تعرفين عاد شنو أبي تعرفينه. والله ما عاد أجيب طارية لحمة دان ولا غيره يهمني. يمك خلاص. يما خل جزاع عنا كلمة، أنت روح ارتاحي. والله إنه لا حميدان ولا غير حميدان يهمني، زعلكم تايد على يمك. ما علي يمه، أنت روح ارتاحي. يعني ما أنت بزعلانة مني؟ يا يمه، وأنا أقدر أزعل من أطيب قلب هالدنيا؟ لا طبعاً. يلا يمه قومي. بسم الله بسم الله. جزار افتح الباب البدرية.